يا السلام عليكم خوتي، في فيديو جديد. المهم اليوم غادي نتعرفوا على طريقة زيادة عدد متابعين انستغرام، وكيوصلوك عدد المتابعين او عدد اللايكات والكومنتات، ايضا كيوصلوك فواحد الطريقة اللي فائقة. المهم غادي نخليكم رابط الموقع في صندوق الوصف. المهم غادي تدخل الموقع، غادي يعطيك بحال هاد الواجهة، غتكليكي على الرابط غادي يعطيك واحد الواجهة دير داونلود، يعني غتحمل الملف ديال التطبيق. المهم خلوها تشارج الملف، ممكن دير اوفغيغ او كتمشي للملفات كتكليكي على بارامتر، كتكليكي على الاولانيه كاع كدير اوكي وكدير انستالي. نتسناو يتحمل. المهم خليكم حتى يتحمل ونوريكم الطريقه كيفاش. المهم هو دير شارجها، ممكن تخليه تطلع لك على هاد الواجهه، كليك على المسطره الحمراء لوغ ان وايت انستغرام، كتكليك على نو ميثود. كليك على اليوزر نيم، كتكتب اليوزر نيم الاسم ديال المستخدم، زعما الاسم الحساب ديالك كتكتبو، كتكتب الباسورد ديالو. انا غادي نكتب هادشي. فاش كتسالي كدير لوغ ان باش تسجل الدخول ديالك. المهم الا بغيتي في هذا الحساب تجمع النقاط، كتكليك على بلس دو، كتكليك على التحت ثانيه، غير كتكليك عليها كتجمعوا النقاط الفوق. والتطبيق الا بغيتي الطريقه ديال زياده عدد اللايكات، كتكليك على ثلاثه الشراط اللي الفوق، ولا جمعوا بعدا النقاط. يعني كنت لبغيتي اللايكات كتكليك على ثلاثة النقاط اللي الفوق، كدير اوردر لايك، كتكتب اسم الحساب ديالك ديال زمان، كيطلع لك هو الثاني. ولا بغيتي خاصك ضروري تكون عندك شي صورة، كتكليك على ديك الصورة وكيطلع لك بحال هكا، يعني كل لي لايك والعدد ديال العدد ديال النقاط ديالو. المهم حنا عندنا غير 46، نختارو غير 20، كتكليك على 20 يطلع لك الفوق، كدير كونفيرم باش يوصلوك العدد اللايكات، كدير كونفيرمي. كما كتشوفو راه كيتحملو دابا، غادي يوصلونا في ثواني. المهم غادي نرجعو، يعني التطبيق فيه اللايكات والفولو وكومنت. وكاينه واحد اللعيبه هنا، كتكليك على اوتو فولو باش يتحسبوا لي لايك، هما تلقائيا يتجمعوا لي لايك بلا ما تحتاج تكليكي. كيف ما كتشوفوا الفوق راه كيتجمعوا الفلوس، هي 30، هي 32. المهم حنا ما غاديش نتسناو، الا بغيتو الفولو كتكليك على تاني خيار اوردر فولو، كيطلع لك عاوتاني الواجهة، كيطلع لك الحساب نيشان هو، ولا كتكتبو صافي، كدير كونفيرم اون سين، وكيطلع لك على عاوتاني على هاد الواجهة. يعني حنا معندناش فلوس، معندناش النقاط باش نشريو عدد الفولوور. المهم غادي نرجعو، ولا بغيتو لي كومونت، نفس الحاجة، نفس النوعية ديال الطريقة كتخدم في كل شيء. المهم نفس الحاجة كتعاود، كتكتب عاوتاني اليوزر نيم، كيطلع لك الصورة اللي بغيتي عليها لي كومونتير. وهما كيما كتشوفو
هما بداو كيوصلونا لي لايك. المهم هذه هي الطريقه ديال اليوم، كما كتشوفوا راه وضحت لكم كل شيء، اي طريقه بسيطه. كنتمنى غير تدعموني بشي لايك وكومونتير زوين وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم. يعني هذا التطبيق جربت كاع التطبيقات، يعني هذا التطبيق لقيته مزيان ومختلف على الاخرين. ما عليكم غير دعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وتعليق زوين. ومع السلامه.